لأنها موضع نزاع بين القوات السورية الحكومية وفصائل مسلحة متعددة من المعارضة، أصبحت مدينة حلب ساحة قتال رئيسية في الصراع المحتدم منذ أكثر من 4 سنوات. ولأن التكلفة الإنسانية لذلك الصراع مأساوية في المدينة، فقد فقدت نساء كثيرات أزواجهن في الحرب، وانفصلت أخريات عن رجالهن الذين إما سجنوا أو فقدوا. وللتغلب على صعوبات الحياة اليومية التي تواجه هؤلاء النساء والسعي لإعالة أطفالهن، تقدم جمعية أهلية دورات تدريبية مجانية لتعليمهن مهارات يكسبن بها قوتهن. ونحن والحمد لله رب العالمين عنا عدة مراكز بالجمعية، منها عم نقدم دورات تعليمية محومية للنساء، نساء الشهداء والأرامل وزوجات مفقودين وزوجات المعتقلين والمطلقات، لحتى يستفادوا ويفيدوا أطفالهم. وكمان عنا كمان دورات تعليمية بصالون حلاقة، وعنا كمان مشغل خياطة لتعليم النساء. وتعمل 7 معلمات متطوعات في إدارة الدورات بالجمعية التي تقدم حاليا دروسا لما يزيد عن 80 امرأة. أنا هون جيت على جمعية نساء سوريا، تعلمت هون الخياطة وعبعلم بنتي، وأنا مبسوطة هون بين رفقاتي، ويعني نتعلم هون نفيد حالنا ونفيد غيرنا، وحتى هون في بنات عم يتعلموا عنا، يعني قدرنا نحن نتعلم وعم نعلم، ومبسوطة كتير هون بين رفقاتي والجمعية. وتقول الجمعية إنها لا تتلقى أي تمويل من منظمات دولية أو حكومية، وتعتمد على تبرعات بسيطة من جمعيات خيرية محلية وبعض الدعم من المجلس المحلي لمدينة حلب. ويقدر أن زهاء 250,000 شخص لاقوا حتفهم فضلا عن تشريد الملايين في الصراع السوري الذي تفجر ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس من عام 2011.